هاخد بس هرجع لحضرتك بس اخد معالي وزير الشباب والرياضه معايا على التليفون مهندس خالد عبد العزيز. مساء الخير معالي الوزير. اهلا مساء الخير يا محمد بيه. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك بألف خير يا فندم. اتفضل شاركنا النهارده دعوتنا لملايين المصريين للنزول بكره للانتخابات. والله يعني انا متوقع ان شاء الله يعني ان كل مصري يعني هيكون عنده فرصه انه ينزل الانتخابات، مش هيتاخر يعني، لانه الحقيقه استحقاق رئاسي مهم مستنينه بقالنا فتره طويله. البلد كلها بقالها فتره نفسها الاستقرار السياسي، كل حد عايز ينتخب اي حد، ما فيش اي مشكله، الدنيا امنه جدا ان شاء الله، الجو كويس قوي، يعني شايف كل الامور ميسره، ما اعتقدش حد هيرفض انه ينزل الانتخابات ينتخب الرئيس القادم لمصر. بالنسبه للتامين معالي الوزير، احنا عارفين ان في اكثر من 180 الف ضابط وشرطي قوات مسلحه وشرطه هم اللي هيشاركوا في تأمين كافة مقار الانتخاب. الحقيقة النهاردة كان عندنا اجتماع مجلس وزراء محمد بيه، وكان الفريق أول صدقي صبحي بيستعرض يعني ما فعلته وزارة الدفاع لتأمين الانتخابات، كذلك اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية. والحقيقة يعني الوزيرين طمئنونا جدا إن كل الاستعدادات موجودة، ما فيش أي قلق من الانتخابات، متوقعين إن شاء الله إن يبقى في طوابير على مدار ال 12 ساعة في التصويت بتاع كل يوم. ان شاء الله يعني هيبقى فيه كل الوسائل المريحه حتى لكبار السن، حتى لتوجيه الناخبين الى مقر انتخابهم، كل الامور هتبقى طبيعيه جدا. لكن انا اتمنى ان المصريين كلهم بكره يشاركوا. العلم المصري هو اللي بنقول بكره رمز، احنا عاملين مبادره في وزاره الشباب والرياضه اسمها ارفع علم مصر، بنقول لكل حد علق العلم في البلكونه، حطه على العربيه، حطه على العجله، على التوك توك، على المركب بتاعتك. عايزين بكره كل وسائل الاعلام العالميه لما تيجي تنقل الى العالم كله الانتخابات المصريه خلال اليومين 26 و 27 مايو يكون واضح ان المصريين نازلين ينتخبوا رئيسهم الجديد وعلم مصر موجود معاهم، لان هذا العلم احنا بنستدعيه في كل احداثنا الوطنيه، ثوره 25 يناير، ثوره 30 يونيو، مباريات المنتخب الوطني، اي 6 اكتوبر، العلم المصري اصبح دلوقتي هو رمز الوطنيه والولاء اللي كل الشعب المصري بيستدعيه وقت الاحداث الكبيره. وانا متاكد ان كل مصري خلال الثلاث سنوات دي يا اما عنده علم في بيته في دولابه في شنطه عربيته وعنده في المكتب، كل اللي بنقوله بس نخرجه ويبقى حاله العلم المصري موجود في اليومين دول ان شاء الله. وانا بضم صوتي لصوت حضرتك ان احنا لازم كلنا ننزل بكره، ويا ريت اكيد كل بيوتنا اعتقد بلا استثناء فيها علم مصري، خلينا ننزل بكره بالاعلام ونحتفل بهذا اليوم. انت تختار مستقبل مصر وانت تختار رئيس مصر. النهارده مش هقولك تدي صوتك لمين لانه ما ينفعش، ما قلتهاش قبل كده ومش هقولها بعد كده، بس على الاقل لازم يبقى لك دور ايجابي.